عندك لبسة عليها نقوش كتيرة أو طبعات أو ألوانها كتير بارزة وساطعة، دايما روحي للون الآمن وهو اللون الأسود. وعلى فكرة السكربين السوداء هي تعتبر من البيسكس في خزانتك، والحلو فيه كمان إنه بتقدري تلبسي لطلعة مع صحباتك أو مع عائلتك. وبالإضافة للشوز الأسود لازم أيضا يكون في عندك شوز يكون لون نيود أو نيوترال، ويصلح أيضا تلبسيها على لبسة فيها كتير ألوان أو فيها كتير نقوشات أو طبعات. وهاي الأحذية أيضا بألوانها إن كانت أسود أو بيج تقدري تلبسيها إذا كانت إطلالتك فورمال أي إطلالات العمل. إذا كنت من محبين لبس الستيتمنت بيس هذا بيعني إنك جريئة، وهذا بيعني إنك بتحبي تبرزي الأوتفيت تبعك، ولكن بشرط البسيه دائما على أوتفيت يكون بلين، يعني بمعنى آخر ما يكون فيه لأوتفيت طبعات أو نقوشات أو حركات كتيرة، ودرجة لون هذا الأوتفيت تكون قريبة من الحذاء الستيتمنت اللي اخترتيه. أوكي، ولكن انتبهي بالفورمال إيفنتس ما منلبس نهائيا ستيتمنت بيس. أوكي، الستيتمنت بيس ايضا في نقطة كثير مهمة لازم احكي لك عنها. اذا كنتي من محبين الاوتفيتس اللي بيكون الوانها بلينز، يعني بتحبي تلبسي دائما فساتين لونها اسود او كحلي او بني او بيج او whatever، دائما لازم تضيفي لون ساطع، يعني اضيفي لمسة ملونة، وهي من افضل التنسيقات الاحذية على الملابس اللي ممكن اي ست منا انها تسويها بدون ما تبذل اي جهد وبتطلع كثير انيقة. بالإضافة إلى تريك رائعة رح أعطيك إياها، إذا كنت حابة تكون إطلالتك كتير تريندي وفاشينابل جربي البسي هيلز مع كاجوال أوتفيت. أوكي، رح تطلع كتير ستايلش، مثلا جربي البسي كعب على جينز أو على تي شيرت. إذا كنتي لابسة أوتفيت فيه أكثر من لون، يعني فيه ألوان نهدي وزهري مثلا، تختاري شوز واحد من هدول اللونين ولكن بدرجة قريبة منه، يعني تختاري مثلا شوز لونه زهري ولكن بدرجة أفتح من الزهر الموجود بالبلوزة. أوكي؟ في عندك فلات فيه حركة مميزة تقدري تلبسيه على حفل إذا كان هذا الحفل كاجوال مثلا بحديقة، أو تلبسيه على فستان صيفي وتطلع فيه طلعة مع صديقاتك، أو حفلة كاجوال صيفية أو ربيعية. وإذا كنت لابسة تنورة قصيرة أو لعند الركبة أو كابري بانت برمودا أو شورت بفضل تلبسي فلات، ونهائيا ممنوع تلبسي كعب عالي. وإذا حبيتي تلبسي فلات على تنورة طولها وسط أو على تنورة ماكس طويلة، هون بفضل إنه يكون باليه مع كعب مرتفع قليلاً. بالإضافة إلى ذلك تجنبي لبس الفلات مع السكيني بانتس إلا في حالة واحدة، في حال كان وركك نحيف. بالنسبة لللو هيلز أو الكعب المنخفض مثل الكيتن هيلز، هذا بتقدري تلبسيه للانتقال من الإطلالة النهارية إذا كنت بالشغل مثلاً للإطلالة الليلية، لأنه بضل فيمينن ومريح. لبس كاجوال بفضل انه الفلات ما يكون فيها حركات نهائية. اوكي، من احد التريكات اللي بيعملوها المشاهير والاميرات، خلي دائما الشوز يكون بلون وماتيريال مختلف عن الاوتفيت تبعتك.
بالنسبة للني هاي بوتس اللي هي البوتس اللي بتيجي لعندي الركبة أو فوق الركبة، هاي تعتبر خيار ممتاز للبسة إذا لبستيه مع تنانير أو فساتين، خصوصا إنه رجلان السيدات بتصغر أو بتنحف كل ما اتجهتي لتحت الركبة. والنقطة الأخيرة طبعا بهذا الفيديو هو إنه لا تنسي تحضري الفيديو السابق اللي علمتك فيه كيف تختاري الحذاء المناسب حسب شكل جسمك، أوكي؟